بلدي، بغني أغاني وطنية. حتى بينك بنفسك برضه بتغني الأغاني الوطنية. أهو ده اللي صار، وادي اللي كان، مالكش حق تلوم عليا. تلوم عليا ازاي يا سيدنا؟ وخير بلدنا ماهوش في ايدنا. ما تقولي عن اشياء تفيدنا وبعدها بقى لوم عليا. شوف الكلام ومغزاه ومعناه. ونابع من صدر شعب. انما الاغنيه الوطنيه النهارده انا شايف انها مستصنعه مش صادقة. عشان كده ما بتنجحش نفس نجاح الاغاني الوطنيه بتاعتكم بتاعت زمان. يعني من 67 في غنوة بتاعتي بلحنها لي سيد مكاوي، فيها شوية مواصفات، من مواصفاتها انها عايشة من 67 لغاية النهاردة. يا رب بلدي وحبايبي والمجتمع والناس، اجعلني شمعة تنور بالحب والإخلاص، اجعلني دفعة قوية في عجلة الإنتاج، لإخواتي تلبس وتاكل ولغيرنا ما نحتاج، اجعلني حبة تفرع وتبقى فدادين سنابل، تحضن فروعها الأيادي وتبوس جذورها المناجل، وابدر على الناس محبة وبسمة في كل دار. حتى الكلام نفسه فيه حتى من الزراعه، لما زمان كنا دوله زراعيه فكنا حتى بنهتم لما نيجي نغني نختار الكلام اللي الفلاح يفهمه، ومرتبط بالمهنه الرئيسيه للشعب المصري زمان. صحيح. والنطق يعني طوبه يعلو بها جدار.